يا ترى ايه اللي بيحصل في مصر؟ وحكايه المشروع الضخم اللي هيقلب الموازين في قطاع الغاز المصري، وازاي مصر هترجع مركز اقليمي للطاقه في المنطقه؟ شوف الفيديو ده وهتعرف كل التفاصيل. بانكير نبض البنوك. مصر فضلت قبل حقل ظهر بتعاني من استهلاك متزايد في استهلاك الغاز الطبيعي، وخاصة مع توسع الصناعات المعتمدة على الغاز في تشغيل المصانع واللي بتستهلك كميات ضخمة. لكن مع اكتشاف حقل ظهر في 2015 بواسطة عملاق النفط الإيطالي شركة إيني، وبالتوازي مع اكتشافات تانية زي حقول النرجس وغيرها، مصر تحولت من الاستهلاك إلى التصدير بعد الاكتفاء ذاتيا. وفي سنة من السنين مصر صدرت غاز ب 8 مليار دولار قبل ما تحصل الانتكاسة الأخيرة في حقل ظهر ويقل إنتاجه لظروف طبيعية. وفي نفس الوقت تزامن ده مع أشد موجة حر شافتها مصر في تاريخها، وده ضاعف استهلاك الغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق، خاصة في محطات إنتاج وتوليد الكهرباء بسبب الضغط الكبير على الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية، وده خلى البلد في حاجة ماسة للغاز واضطرت تشتري شحنات ضخمة وعلى وجه السرعة من الأسواق العالمية علشان تنهي أزمة تخفيف الأحمال. وفي عز أزمة انقطاع الكهرباء وبعد التشكيل الوزاري الجديد، بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة طموحة جداً لإعادة مصر للخريطة العالمية في ملف الطاقة، وبدأت بسداد مستحقات شركات البترول العالمية في مصر واللي بدأت تضخ مليارات الدولارات للتنقيب عن الغاز والبترول، وفي نفس الوقت تطور الحقول الموجودة. وشركة إيني نزلت تاني بتقولها وقررت حفر 2 حقل ظهر جداد في نفس منطقة الامتياز في البحر المتوسط، وغير أكتر من 145 موقع للتنقيب بدأت تهل بشاره. خبراء الطاقة توقعوا اكتشافات ضخمة من الغاز في الطريق، وعلشان كده الحكومة استعدت بدري للتعامل مع كميات الغاز المتوقعة لاستغلالها أفضل استغلال. الجديد بقى إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتعمل دلوقتي مشروع محطة معالجة الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، وتشغيلها تجريبياً لاستيعاب الزيادة المستهدفة بإنتاج الغاز المصري منتصف 2025. وكشف مصدر حكومي إن المشروع تكلفته هتوصل ل 600 مليون دولار، وإن محطة المعالجة مليحة التابعة لشركة عجيبة للبترول هتعزز من تدفيع كميات الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية بالبلاد. وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي سبق وتعهد في منتصف يوليو اللي فات قدام اللجنة البرلمانية المختصة ببرنامج الحكومة بأن الوزارة بتسعى إلى التوسع في إنتاج الغاز والنفط من خلال توقيع 145 اتفاقية التزام سارية مع 40 شريك للتنقيب والبحث عن البترول والغاز في الأراضي المصرية. وبحسب المعلومات، شركة بتروجيت المصرية تتولى تنفيذ أعمال المشروع الضخم في الصحراء الغربية باعتبارها المقاول العام للمحطة، وبتتعاون معها شركة SLB في بعض الأعمال الهندسية والتصميم والتوريدات لمحطة المعالجة. طيب إيه هدف المحطة الجديدة بالظبط؟ شوف يا فندم، المحطة الضخمة دي هتوفر معالجة الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية لاستقبال الغاز المستخرج من حقول الامتياز بالمنطقة، وتوفر ملايين الدولارات في تكاليف نقل الغاز لمحطات المعالجة اللي في شمال مصر. ومحطة معالجة الغاز الجديدة كمان هتربط عدد من الآبار ومناطق الامتياز الغازية قبل ضخها في الشبكة القومية بالبلاد. وزارة البترول كمان خططت لحفر 110 بير استكشافية بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال 2024-2025، و586 بير استكشافية بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030. يعني باختصار كده، مصر مش هتسكت غير لما ترجع تاني مركز لإنتاج الغاز في المنطقة. تحياتي دعاء أبو القاسم، إلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.